وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراء بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق لا سيما الطرق السريعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بوجود مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع عند المرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام، فضلا عن انتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة.